شارع الحبيب بورقيبة، القلب النابض للعاصمة التونسية، تقسمته التنظيمات الحزبية والتيارات الاجتماعية المختلفة بشعاراتها وأنصارها لإحياء ذكرى سقوط نظام بن علي. علاء ناشط شبابي عاد إلى المكان الذي شارك فيه في الاحتجاجات قبل 6 سنوات محملا بنفس المطالب والشعارات التي رفعها هنا مع مئات الآلاف من المتظاهرين أمام وزارة الداخلية. نفس المطالب الاجتماعية، نفس المطالب الاقتصادية، نفس المشاكل نتاع الشباب اللي صار في ذلك، مازلنا لحد الآن الشهداء والجرحى مازالوا ما خذوش حقهم، ومازلنا لحد الآن ما نعرفوش حتى قائمة رسمية للشهداء. فكأنه اليوم إحساس نوعين، الإحساس الأول أنه تحس روحك 6 سنين لكن مازلت غادي، وإحساس ثاني أنه كأنك إحساس بالذنب، لأنك أنت الناس هذوما ما نجموناش لحد الآن كلنا مجتمع دولة مجتمع مدني أحزاب نجمنا نعملوا حتى شيء. ما عبر عنه علاء يعكس الطابع الاحتجاجي الذي هيمن على احتفالات هذه السنة. منظمات حقوقية تذكر بالاحتجاجات داخل البلاد، وأحزاب تبحث عن تجميع قواها في جبهات لإنقاذ البلاد ومسار انتقالها الديمقراطي. احنا متفقين ومتحسين، كل الاحزاب متحسة حول الوضع اللي تمر به البلاد، وكونه ما عادش وصلنا معناه الى مستوى ما عادش البلاد تنجم تتحمل اكثر مما هي عليه. هذاك علاش تجمعنا في اتجاه انقاذ البلاد من الوضع اللي هي موجود فيه، وموجهين دعوة مش احنا المنقذين، وانما ندعو الى ضرورة انقاذ البلاد. قوات الامن التي تصادمت مع المتظاهرين هنا قبل 6 سنوات نزلت بثقلها اليوم لحمايتهم وتأمينهم رغم المناوشات مع المحتجين داخل البلاد. إحياء ذكرى بنكهة احتجاجية، أحزاب ومنظمات نزلت بثقلها للشارع الرئيسي في العاصمة لتعيد التأكيد على مطالبها في التغيير التي خرجت من أجلها في مثل هذا اليوم عام 2011. أيمن الرزقي، سكاي نيوز عربية، تونس.